تقدر الاحتلاف العينين الأشياء الخفيفة تحب تعمل تحملها جزرين رونيل okay. Like this is addresses we have at the embroidery here. Much warm than any other cotton. بس هذا الكهف طلعت فكرة من إنه كهف بتعرض للهدم مرتين وعملنا رجعنا اشتغلنا رممناه وفكرنا إنه ليش ما يكون في مخرجات تخرج من هذا الكهف ثقافة من داخل ثقافة طبعا بنفس الوقت إحنا استغلنا المكان إنه فيش إمكانية إنه يسمحونا بالبناء الإسرائيليين فإنه استغلنا المكان الموجود نجمع منتجات وشغل الستات اليدوي ومنه نعرض ثقافتنا لكل حدا بيزورنا هويتنا ويكون في دخل وعائد للستات يعني هي ساعة نسوان سوسي كلهن فيش دخل الشباب بشوحوهم لهود داخل قليل والنسوان هيك فتحنوا هذا البيت والكل بخيطه بحط فيه كل واحد بخياطها بتحط اسم عليه اللي بنباع بشوفوا الاسم لمين وبعطوه لأصحابه لكل نسوان سوسي احنا طبعا صامدين في اراضينا حتى نموت وبنفس الوقت ادعمونا اقتصاديا على اساس النساء تقدر تنهض وتعيش في هاي المناطق اللي بتفتقر لابسط الحياه سبل الحياه البسيطه to present their handcraft in this cave because the cave was the ancient life of the Bedouin and we can discover the woman can make at home and we feel the solidarity between the different villages to get a better life. Combien c'est déjà? Okay. 50? Oui. You have a change?